أسعد الله مساكم متابعين الغالين، يا هلا وسهلا مشتركين الجدد. وصلت تويوتا هايلوكس موديل 2023، طبعا هذه نسخة بنزين، تعتبر نصف فل. اللون الفضي المميز، شعار الأسد لموديل 2023، وشعار الصقر كان موديل 2022. أضواء أمامي LED بالكامل مع كشاف الضباب LED، زيج جانبي كروم على الأبواب، صدام أمامي عليه كروم. وهذه نسخة الجي آر سبورت موديل 2023. المقاعد جلد، مقاس العجلات 17، كشافة أمامية مكحلة باللون الأسود، الشبكة الأمامية توسطه شعار تويوتا، خط 2023، 5 كاميرات طبعا، مقعد السائق والراكب تحكم كهرب، عداد الرحلات، ماطور هواء. اعطونا رايكم حول تصميم الخط لموديل 2023، ايهما اجمل؟ بطاقة صرفية السيارة، اللتر يمشيك. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وشكرا.